السلام عليكم. حسب ما تداوله نشطاء على الفيسبوك، مؤثرة جزائرية تتعرض لإطعانات على مستوى الرقبة من طرف شقيقها، وهذا خلال استعدادها لقيام ببث مباشر على حسابها على الإنستغرام. الحادثة وقعت بحي 800 مسكن بمدينة الأغواط. المؤثرة الجزائرية معروفة باسم أم بيسان في الأربعينيات من العمر، تم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، وحسب ذات المعلومات ابنتها كانت برفقتها وقت وقوع الجريمة، وصورت والدتها وهي ملقاة على الأرض، بحيث ظهرت السيدة أم بيسان وهي رافعة أصبع السبابة للتشهد.